السلام عليكم، انا عمرو منتصر في رحلة سلام. حلقة جديدة ويوم جديد منتظرها من امبارح، لدرجة اني بفكر فيها وانا بنام. وليه؟ لانه كل شوية يجي لي حد يبعت لي ويقول لي مشكلته ويقول لي ارجوك انا عايزك ترد عليها في الحلقة. والحقيقة انه المشاكل كتيرة، اتمنى انه المحاور اللي احنا هنتكلم فيها او هنفتحها تلم جميع انواع او اشكال المشاكل. وقد ما شايف انه الحلقات دي مهمة جدا، وقد ما كنت توصيتي لاي حد بيسمعني انه لو في حالة او في وضع غير مستقر يأخر قراره لغاية لما يسمع، او لغاية لما يعني رؤيته ممكن تتغير من الحاجات اللي بيسمعها، فكان من اهم الامور بالنسبة لي انه احط ثوابت للمحاور او المحاور الاساسية اللي بتوصلنا في النهاية لنتيجة واحدة، وهي استحالة العشرة. وليه؟ لانه احنا احيانا نتخيل ان احنا في استحالة عشرة، لكن احنا ما بنكونش في حالة استحالة عشرة ولا حاجة. ده بيكون فيه طرف مش عايز بس يجي على نفسه شوية، او الطرفين مع بعض. وليه بقول كده؟ لانه بيرجعوا بعد الانفصال يلاقوا انه هو احنا وصلنا هنا ليه؟ كانش الموضوع يستدعي. النهاردة الحلقة بالنسبة لي مهمة جدا، لان احنا بدأنا ندخل في تفاصيل التفاصيل، وبدأنا مبارح بانه مهما كان الناس بتأثر على بعض، او مهما كان الزوج والزوجة بيبقى ما بينهم خلاف، لكن القائد في هذا الخلاف هو الشيطان اللي يتمنى فساد هذه العلاقة، سواء كان بالانفصال اللي هو الطلاق، او بالانفصال الروحي، او الانفصال اللي بيعيشه الناس اللي بتعيش مع بعض كارهين الحياة، واللي يقولك انا عايش بس عشان خاطر العيال، او اللي يقولك احنا مع بعض لكن ما بنقربش من بعض ولا بنكلم بعض. وهذا حرام شرعا، حرام شرعا. الزواج ربنا عمله لنا علشان يكون لينا الحلال بتاعنا، فلا يمكن او ما ينفعش او ما يصحش ان احنا نحرم على نفسنا الحلال اللي ربنا حله لنا. وتحريم الحلال اللي ربنا حلله لنا في حد ذاته حرام. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أنا شئتم. فإن كان الزوج والزوجة يعني ما بينهم ميثاق غليظ، لا يمكن لطرف منهم تعطيل العلاقة وتعطيل أو الانفصال من على اعتبار أنه إيه؟ على اعتبار أن إحنا هنعيش كده وخلاص. ده مش صح. كتير من الناس بياخدوا ده في فترة معينة، ولكن إن كان ده لتصليح شيء، أو إن كان ده علشان خاطر يعني نعدل شيء في العلاقة فترة مؤقتة، فهو مباح لفترة مؤقتة. أما اللي يعيش باعد نفسه عن الطرف الآخر ويقول إنه إحنا هنعيش على كده، فده مش صح. وده ليه؟ لأنه كم أسئلة كتيرة جدا اتسألتها، وكم أسئلة يعني كانت ضخمة جدا، من اكتر ما اكتر الاسئله اللي كانت، او معظم الاسئله اللي اتسالت محور بتاعها كان فساد العلاقه، وهي قائمه واحنا هنكمل ولكنها مش مكمله.